بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الحلقة الخامسة النهاردة كورس ترجمة كامل من البداية إلى النهاية، يعني نقدر نقول كده زي ما بيقولوا من الألف للياء، وفي جملة على كل قاعدة، يعني كل قاعدة عليها جملة عشان تطبق معايا على طول للترجمة. طيب الكورس ان شاء الله هيبقى متدرج، يعني مثلا اول حاجة ناخد البدايات البسيطة، بعدين نخش على الجامد شوية، بعدين نخش على الاجمد اللي هي التريكات اللي بتيجي مثلا في تالتة ثانوي. بس في البداية بنحب نشكر مريم ودكتور بسنت وفرحة شحاتة، الناس اللي اجتهدت وعملت الواجب الفيديو اللي فات. تعالوا بقى نبدأ. أول حاجة الطبيعي بتاعك إنك لما بتيجي تترجم ما بتترجمش كلمة كلمة، لا أنت بتترجم جملة، وما بتترجمش كمان جملة جملة، أنت بتترجم قطعة على بعضها. فأهم حاجة في الترجمة تعرف تركيب الجملة، فاعل وفعل ومفعول وبعدين باقي الجملة. مثلا بنقول علي لايكس انجلش فيري ماتش، علي بيحب الإنجليزي أوي. علي هو الفاعل، لايك هو الفعل، انجليش هو المفعول، باقي الجملة بقى، فانت تبقى عارف اركان الجملة، فاعل وفعل وايه ومفعول. تمام، دي اول حاجة لازم تبقى عارفها عشان لما تيجي تترجم تبقى الامور بالنسبة لك سهلة وبسيطة. طيب بعد كده نخش على الموضوع التاني. الموضوع التاني اللي هو موضوع الضمائر المستترة في اللغة العربية يجب اظهارها عند الترجمة الى الانجليزية. فأنا لما أقول مثلا خليك معايا في الدوائر، قابلت أحمد، مين اللي قابل أحمد هنا؟ طبعا أنا، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، يبقى هقول I، والفعل قابل في زمن الماضي، أجيب الماضي من ميت يقابل تبقى مت، I met، والمفعول أحمد بقى عشان هو اللي اتقابل. مثال كمان، رأينا القمر. طبعا رأينا القمر، نحن رأينا القمر، يبقى we saw the moon في الفعل في الماضي من سي. طيب علينا أن نذاكر، يبقى we نحن يجب علينا، ما علينا دي يجب علينا، أجيب should وبعدها المصدر، we should study يجب أن نذاكر. تمام، طيب الجملة زارني أمس، he visited me، هنا بقى المفعول، لازم اكون عارف انواع الضمائر كويس، واحنا شرحناها كلها في فيديو قبل كده، فيديو ضمائر الفاعل والمفعول وصفات الملكيه وضمائر الملكيه والضمائر المنعكسه. تمام، اول جمل هتعملوها في الواجب جمله رايت الاسد في الحديقه، والجمله الثانيه علينا ان نلعب رياضه. تمام، وهتلاقوا رابط للجمل دي تحت الفيديو. اهم حاجه برضو ان انا اكتبهم دلوقتي عند عربي عشان اظبطهم واطبق عليهم القاعده. الجملة اللي بعد كده عند الترجمة من اللغة العربية للإنجليزية نلجأ إلى المعاني الأكثر بساطة. يعني إيه الأكثر بساطة؟ يعني قول اللي أنت عارفه بلغتك أنت مش بلغة حد تاني. لما يقول لي مثلا يجب أن نمد يد العون للشباب، طبعا هنا يعني إيه يد العون؟ مش عارف هنا يعني إيه نمد؟ مش عارفها برضو. يبقى طبيعي ان انا امسك جملة نمد يد العون دي واقول نساعد، يجب ان نساعد الشباب، واروح قايل we should help the youth او youth على طول. فطبعا نمد يد العون كلمة واحدة، help يجب ان نساعد. تمام، ذلك يؤدي الى تفاقم الازمة. يعني ايه تفاقم؟ يعني تعقد. طيب this make، هذا يجعل the crisis worse، ده هيخلي الأزمة أسوأ، يبقى تعقد الأزمة تفاقم الأزمة، يعني ده هيخلي الأزمة أسوأ. فجبت أنا الإنجليزي أسهل من العربي، فأنت اشتغل بنفس الطريقة، كل ما تجيلك حاجة صعبة يبقى أنت بتترجم في الأول من عربي لعربي وبعدين من عربي لإنجليزي. تمام، برضو الجمل الواجب يسعى الشباب للعمل، يسعى هتخليها انت يبحث مثلا. تمام، علي يمارس رياضة، انت مش عارف يمارس، هات بدلها مثلا يقوم بالرياضة، يفعل الرياضة، يلعب الرياضة كده يعني. تمام، بالنسبة للأعداد بقى، الأعداد من 1 لـ9 تكتب هجائيا،
دائما. وما زاد عن ذلك يكتب أرقاما، يعني لما يكون 1 نكتبها O N E. طيب 8 eat يبقى نكتب E I G H T، لكن اللي غير كده يتكتب أرقام بقى. تمام. طيب هندخل على الصفحة اللي بعدها. فعل الكينونة أو فعل يكون اللي هو verb to be، بيقول لي عند ترجمة الجملة الاسمية في اللغة العربية لابد من وضع فعل يكون لها عند الترجمة. يعني هتلاقي انت الجملة العربية ملهاش فعل، لكن الفعل ده لازم يكون موجود في الانجليزي. فلما يقول لي مثلا العلم سلاح ذو حدين، طبعا هو قصده هنا العلم يكون سلاح ذو حدين، فبقول science is a double-edged weapon، سلاح ذو حدين. العلم نعمة ونقمة، نفس الكلام العلم يكون. Science is a mixed blessing، نعمة غير كاملة أو نعمة ونقمة. طيب ضمير الغائب برضو هو وهي وسط الجملة، وسط الجملة خد بالك وسط الجملة يترجم يكون برضو. فلما أقول الكتاب هو الصديق يبقى أنا قصدي the book is يكون my friend، الكتاب يكون صديقي. تمام. جمل الواجب 3، القراءة جميلة، الدرس سهل، مصر هي أم. بعدين المعاني المختلفة للفعل يملك. طبعا الفعل يملك ينفع بمعنى يملك أو يتناول أو يصيب أو يستريح أو يمشي على حسب اللي جاي بعديه. فبريكفاست الفطار يبقى هاف يتناول الفطار. اسم مرض بقى فيفر يعني حمى، كولد برد، فلو انفلونزا يبقى أصيب بالحاجة دي، هاد أصيب بالحاجة دي. I had little rest، أنا استريحت قليل، أخدت راحة يعني. I had a long walk، يعني أنا مشيت مسافة طويلة. وطبعا ينفع بمعنى له أو عنده أو لديه أو يملك. Libraries المكتبات have an important part to play in school life، للمكتبات دورها الهام في الحياة المدرسية. فهنا المكتبات لها دور هام. تمام. طيب TV programs برامج التلفزيون have a great effect on us، هنا بقى برضو لها للبرامج تأثير كبير علينا. She has sharp eyes، هنا هي عندها نظر كويس أو نظر حاد. تمام. جمل الواجب للمدرسة دور مهم في تعليم الصبيان، هو عنده سيارة حمراء. طيب لاحظوا ان في كل واحدة بيبقى فيه جملتين واجب واحيانا تلاتة على حسب الحاجات اللي احنا بنستنتجها، فجمعوا جمل الواجب دي واكتبوها واعملوها في التعليقات. الصفات قبل الاسماء في اللغة الانجليزية، طبعا دي حاجة قديمة خدناها قبل كده، عارفين ان الصفة تسبق الموصوف. فانا لما اقول مثلا انه رجل طموح، انه هو يكون يبقى he is ambitious man، طموح رجل، يبقى الصفة تسبق الموصوف. تمام. واحنا عارفين لما نجيب صفة وموصوف يبقى لازم ناخد قبل الصفة او ان، عندما يكون الموصوف مفرد لابد ان تسبق بأداة النكرة او ان. لها ذكاء حاد، she has a sharp brain، عندها مخ بقى ايه ذكي. اركز برضو كلمة الصفات لا تجمع، الصفة ما ينفعش اجمعها، يعني مثلا كلمة active ذكي ما ينفعش اقول actives وتبقى اذكياء، ambitious برضو ما ينفعش اجمع الصفة. طيب انا عايز اقول انهم اقوياء ونشيطون، هقول they are strong and active، هم قوياء ونشيطون، يبقى الصفة لا تجمع. طب لما احب اجمعها بقى، لما احب اجمعها اجمع الفعل اللي قبلها ار ينفع برضو، او انك تحط قبلها ذا، يعني انا عايز اقول الاقوياء يبقى ذا سترونج، الفقراء يبقى ذا بور، الضعفاء يبقى ذا ويك، الاغنياء يبقى ذا ريتش. عشان كده بقول ذا ريتش الاغنياء should help، يجب ان يساعدوا ذا بور الفقراء، وذا سترونج الاقوياء should help the weak، ينبغي ان يساعدوا الضعفاء. تمام. طيب جمل الواجب بقى انه طالب ماهر، ها
علشان الصفة تسبقها الموصوف. ماهر اللي هي كليفر، اللي هي شاطر يعني. الأولاد الطوال يلعبون السلة. هتبدأ أنت بقى تجيب للطوال طول وإيه، سهلة يعني. تمام. طيب يبقى برضو محدش ينسى موضوع جمل الواجب، بنضيفها وهتعملوهم كلهم إن شاء الله. طيب بعدين بيقول لي الجملة الإنجليزية تبدأ بالفاعل على عكس العربية تبدأ بالفعل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لما أجيب لك جملة عربي وأقول لك تلعب الصحافة دورا هاما، لما تيجي تترجمها هتقول لي الصحافة تلعب، عشان الإنجليزي يبدأ بالفاعل. لذلك إحنا لما قلنا في الجملة نحدد فاعل وفعل ومفعول في أول حاجة، كان قصدنا على الموضوع ده إنك أنت تعرف لما تيجي إنجليزي تروح مترجمها تجيب الفعل الأول. والعكس بقى في العربي، يعني هنا هو بيقول لي تلعب الصحافة دورا هاما في تكوين الوعي، هروح أنا بادئ بالصحافة وبعدين تلعب، ودورا هاما دي صفة وموصوف، هروح جايب هاما قبل دورا وأكمل بقى جملتي. هروح قايل ذا بريس الصحافة بلايز تلعب، يبقى الفعل الأحمر أهو جه إيه، جه تاني مجاش أول. an important rule دورا هاما، هام دور، الصفة تسبق الموصوف زي ما اتفقنا. تكوين فورم يكون، ازود للفعل اي ان جي علشان احوله الاسم، يعني ميك يصنع، ميكينج صنع، وهكذا. فورم يكون، فورمينج تكوين، انفورمينج بابليك اويرنس الوعي بقى الايه القومي او الوعي العامي. تمام. هنفترض ان هو جاب لي الجمله دي انجليزي بقى وقال لي ترجمها عربي، اقول له الصحافه تلعب دور مهم، غلط، اقول له تلعب الصحافه. يبقى العربي تبداه بالفعل والانجليزي يبداه بالفعل. جمل الواجب تلعب قناه مستر كريم دور هام في تعليم الطلاب، نفس الموضوع، هتبدا بمثلا مستر كريم تشانل عادي وتكمل الشغل بتاعك. طيب the teacher says that the lesson is easy، برضو انا مش هترجمها طبعا، يقول هتبدأ انت بالفعل هنا عشان ده عربي كده يعني، وتطبق القاعدة اللي احنا قلناها. تمام. طيب جمل الواجب بنبه في كل شريحة ان احنا هنسيبها في رابط تحت الفيديو علشان الناس ما تتعبش في تجميعها. اذهب الى المدرسة لاتعلم مواد مختلفة. هنا عاوز يعرفني حاجة اسمها لام التعليل. لام التعليل ممكن يكون معناها حاجات كتيرة جدا، اللي هي الى دي، الى او لاتعلم. طبعا اول حاجة لاتعلم هنا معناها كي اتعلم، فانا لما اقول اذهب الى المدرسة كي اتعلم المواد يبقى هي عنها لاتعلم المواد. يبقى لام التعليل تنفع بكذا معنى، واقول مثلا القراءة للجميع يبقى هنا القراءة كي الجميع، لا، القراءة من اجل الجميع. واحد بيقول لي 20 جنيه يبقى هنا معايا 20 جنيه. تمام. الشباب هم العمود الفقري للأمة يبقى هنا من أجل الأمة، ولا مثلا الشباب هم العمود الفقري من أجل، ولا عندي لا بتاع الأمة يعني. تمام. تعال نشوف هنترجمها ازاي في الأربع حالات بتوعها. أول حاجة اللي هي كي دي تترجم تو بس، أو in order to، أو so as to، أو in order that، أي حاجة من ده كله. تمام. فلما أقول أذهب إلى المدرسة هقول I go to school to learn، to learn. تمام. سهر طول الليل لينهي عمله أو جميع أعماله، يبقى he sat all night، هو قعد بقى sat up أو stay up أو إيه، أو أجيب فعل تاني يعني، all night طول الليل، so as to get all his work over عشان يخلص شغله، أو to بس تنفع. تمام. طيب القراءة للجميع هنا بقى بيقول لي دي معناها من أجل، يبقى نترجمها for، فنقول reading for all، مش to بقى زي اللي فوق، قراءة للجميع. واحد بيقول ليا عندي يعني 20 صاحب أو صديق، يبقى هنا بمعنى أملك، يبقى هتبقى have أو has، يبقى I have 20 friends، عندي 20 صاحب. طيب الشباب هم العمود الفقري للأمة، هنا معناها العمود الفقري بتاع الأم، يبقى عشان كده نترجمها إلى أف مباشرة، فنقول the youth الشباب are the backbone of
of the nation، هما العمود الفقري للأمة. فهمنا الأربع حالات بتوع ليه للي دي، تمام، حسب المعنى أنت بتترجمها. عشان كده قلنا في أول فيديو إنك لما تيجي تترجم أنت بتترجم معنى، ما بتترجمش كلمات، أنت بتترجمش حرف، أنت بتترجم معنى. جمل الواجب هترجموها بقى لي ولد وبنتان وهذه ملابس للبنات. يبقى عندنا الجملة الأولى فيها اتنين، هنعملهم بالأحمر عشان تركزوا عليهم. الطعام للفقراء. بعدين ذهبت إلى السوق لأشتري لحمة، تمام؟ طيب ماشي. بعدين دول بقى كانوا تلات جمل فيهم أربع قواعد طبقناهم. في الجملة الأولى فيها اتنين، والتانية فيها واحدة، والتالتة فيها واحدة. هنشوف اللي بعد كده. المفعول المطلق في اللغة الإنجليزية لا يترجم مفعول مطلق في اللغة الإنجليزية، بل يحل محله ظرف. طيب إيه المفعول المطلق أصلا؟ المفعول المطلق هو الذي يشتق من لفظ الفعل. يعني إيه يشتق من لفظ الفعل؟ يعني أقول مثلا إيه، فهمت الدرس فهما جيدا، فهمته فهما، تمام. طيب عايز أقول مثلا شربت الماء شربا سريعا مثلا، يبقى شربت الماء شربا. أكلت الطعام أكلا. شاهدت المباراة مشاهدة جيدة. يبقى إذا أنت بتكرر لفظ الإيه؟ لفظ الفعل، تمام؟ طيب هقول بقى مثال أهو. أنت هتشيل بقى كلمة جريا دي وتجيب بدلها ظرف. جرى فلان جري، يعني جري جريا سريعا. يبقى هقول he ran quickly، هو جري بسرعة. جريا ملهاش لازمة بقى. عاملني معاملة طيبة. He treated me، هو عاملني in a kind way. In a kind way، بطريقة لطيفة، مش لازم معاملة دي، تمام. تطورت الصناعة تطورا هائلا. يبقى industry has greatly developed، تطورت بشكل كبير. جاب هو ايه، عظمة يعني. يبقى انت بتجيب ظرف قبل الايه، قبل المفعول. طيب جمل الواجب بقى. قرأت الدرس قراءة سهلة. قرأت قراءة. لبست القميص لبسا سريعا. يبقى جملتين هتعملوهم. طيب إن بقى في أربع حالات لإن. الحالة الأولى لا تترجم في أول الكلام إلا إذا كانت شرطا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا جت في أول الكلام ملهاش ترجمة. إن الدرس سهل، يبقى هقول listen is easy. طبعا يكون هنا بقى الفعل، يكون احنا قلنا لازم يكون متواجد في الانجليزي ومش متواجد في العربي. طيب ايه موضوع شرطا ده؟ زي ما اقول لك ان تذاكر تنجح، يبقى هنا بقى لو، يبقى دي اف بقى، تمام. هي دي اللي اذا كانت ايه، شرطا. طيب وسط الكلام وبعدها فعل تترجم الى to، فاقول اريد ان اشتري سيارة. يبقى I want to buy، أريد أن أشتري، تمام. يبقى وسط الكلام أن وبعدها فعل مضارع، يبقى إيه، يبقى دي لازم to، تمام. وسط الكلام وبعدها اسم أو ضمير تترجم إلى ذات. إن جت في نص الجملة وبعدها اسم أو ضمير نترجمها ذات. فبيقول أرى أن الترجمة سهلة. يبقى ارى دي اي سي. احنا هنا بنفتكر القواعد القديمه، هنا اظهار الضمائر المستتره، تمام. يعني في الجمله الاولى اظهار الافعال المستتره. الدرس سهل، يبقى الدرس يكون، واحنا حاطين له از. هنا ارى، يبقى انا ارى اي سي، تمام. ان الترجمه، الترجمه اسم جاي بعد انه، يبقى انا ارى ذات اي سي ذات. Translation is easy، نفس الموضوع، الترجمة سهلة، يبقى الترجمة تكون سهلة، عشان كده is easy، تمام. طيب موضوع الضمير بقى، أرى أنهم جيدين، ناس كويسة يعني. أنهم، أن جته وهم اللي هي إيه، الضمير. I see that أن زي الضمير أهو. Are good، طبعا حطيت are من عندي برضو عشان مش موجود فعلي، أنهم جيدين، تمام. رحت جايب are من عندي، تمام. طيب بعدين بعد يجب او علينا لا تترجم. لما اقول يجب ان نذاكر، علينا ان نذاكر،
هنا ما تترجمش بقى. ليه؟ لأن يجب أصلا هي يجب أن، وعلينا هي علينا أن، اللي هي should أو could أو might، أي فعل من الأفعال الناقصة. فأقول مثلا we should study، ها we should study، علينا أن نذاكر. جمل الواجب بقى لابد أن أشترك بالقناة، وأوافق أن أعمل أعجبني. هي جمل إيه إلى حد ما في النطاق اللي إحنا شغالين فيه بس سهلة. لابد أن، يبقى I should أشترك، الكلمة الحمراء اللي هي subscribe اللي هي بتبقى موجودة من بره، تمام، subscribe in the channel، وأوافق and I agree أن أعمل، يبقى to هنا بقى عشان أعمل ده فعل to do أعمل، إيه like بقى أعجبني اللي هي like، تمام. إن في أول الكلام لا تترجم، إن الفيديو شيق يبقى الفيديو يكون شيق، ما تنساش. وأرى أنه سهل، هنا بقى أن جاي بعدها ضمير على غير العاقل يبقى هستخدم إت. ها وصلت؟ أربع حالات جمال لإن، تمام. طيب بعدين بيقول لي كلمات التوكيد في اللغة العربية اللي هي زي قد ولقد ليس لها ترجمة عموما. فلما يقول لي مثلا قد وبعدها فعل مضارع، قد وبعدها فعل مضارع، يبقى دي تيجي بمعنى مي اللي هي احتمال. قد يشهد العالم هذا العام تطورات هائلة، قد يشهد يبقى احتمال يشهد، فهمتوها؟ this year السنة دي the world العالم، هقول the world نسيتها هنا، the world may witness ربما احتمال يشهد بقى ايه immense developments تطورات هائلة، دي هائل دي، towards تجاه peace السلام، تمام. طيب يبقى دي قد زائد فعل مضارع، تمام. طب قد وفعل ماضي وفي إشارة تدل على الماضي، يبقى هستخدم ماضي بسيط، يعني طالما في إشارة على الماضي زي yesterday زي كذا يبقى لازم استخدم ماضي ايه ماضي بسيط. طب قد وفعل ماضي بدون اي اشارة على الماضي، ينفع تستخدم ماضي بسيط برضو او مضارع تام براحتك يعني. طيب قد فعل مضارع تدل على الاحتمال فتترجم الى ميد اللي احنا ايه زي الجملة اللي احنا قلناها. طيب هنا بقى بيقول لي عند ترجمة لقد فانها لا تترجم، وانما نضع الفعل في زمن المضارع التام. لقد اتصل بي بالتليفون، لقد اتصل بي بالتليفون بالامس. هنا في فرق بقى، ايه الفرق بقى؟ لقد اتصل بي بالتليفون يبقى هي هاز تليفون مي، هنا بقى استخدمت مضارع تام عشان مش محدد حاجة، هاز وتصريف تالت، هنا بقى حدد معايا، طالما حدد وقال بالامس يبقى انا كده المفروض اشيل ايه، اشيل التاريخ بتاعي بتاع امس، فهقول له هو اتصل بي امبارح وخلاص، تمام. طيب بعدين بيقول لي بقى ايه كلمة كل، قبل ما ننسى موضوع كلمات الواجب، قد اشتري سيارة، هنا احتمالية اهو، لقد اشتريت سيارة، وهنا لقد اشتريت سيارة امس، يبقى دي جمل الواجب. هندخل بعدين على كلمة every وكلمة all، هما الاتنين معناهم كل، ولكن every تدخل على الاسم المفرد، اما all تدخل على الاسم الجمع. فمثلا every father is responsible، كل اب مسؤول عن، كل اب مش كل الاباء، لو عايز اقول كل الاباء يبقى هقول all fathers واقول are بقى بدل is، تمام. فهنا مثلا all teachers are، يبقى لما كانت father مفرد خدنا every، ولما كانت teachers جمع خدنا all، تمام. الواجب كل ولد شاطر وكل الاولاد شاطرون، تمام. طيب بعدين بيقول لي في حالة المضاف والمضاف اليه نستخدم اف بينهما، يعني لما يبقى في كلمتين مع بعض بنحط اف في النص، احيانا نبدأ بالمضاف اليه ثم بعد ذلك المضاف دون استخدام اف. يعني بص معايا، كلمة مستوى المعيشة اللي هي زي مبتدأ وخبر، يعني مستوى المعيشة living standard، هنا بقى خدت ايه معيشة مستوى،
يعني اعكسهم، يا اما اقول ستاندرد اوف ليفينج، يعني يا اما احط اف اوف في النص يا اما اقلبهم. حضاره العالم قلت وورلد سيفيلايزيشن، طبعا وورلد العالم، سيفيلايزيشن الحضاره، يبقى انا هنا هقول وورلد سيفيلايزيشن يا اما ذا سيفيلايزيشن اوف ذا وورلد، حضاره العالم. مصادر الحياه نفس الموضوع، حياه مصادر، لايف لايف سورسز، يا اما اقول سورسز اوف لايف، وكذلك وكذلك باقي الكلمات. طيب هنا بقى بالنسبه لاس الملكيه اللي هي الاس العلامه كده، طبعا دي بتيجي مع العاقل، اقول مثلا عربيه علي يبقى عاليز كار. طيب عايز اقول مدرسه البنات يبقى جيرلز سكول. الفرق بقى ان المفرد بتبقى العلامه ورا الاس، لكن الجمع بتبقى العلامه بعد الاس، قبل وبعد يعني. تمام. طيب نيجي بعدين بقى للافعال اللي بتاخد افعال معينه، او التعبيرات بتاخد افعال معينه، زي دو مثلا واكزرت وجو وميك. هنا بقى في حاجات معينه لازم تاخدها، يعني مثلا يبذل قصارى جهده، دي لازم يكون فيها دو، دو هيز بيست. طيب يبذل جهود يبقى ميك ايفورتس، عايز اقول لك كلمه ايفورتس اللي هي جهود تاخد ميك، اما كلمه هيز بيست اللي هي قصارى جهده تاخد دو. يبقى هنا معنى الجمله يفرق، لما الاقي ايفورتس يبقى دي ميك، لما يقول لي يبذل جهودا ضخمه مثلا يعني، تمام، يبقى انا هقول له ميك هيوج مثلا او ايمنس ايفورتس، يبذل قصارى جهد يبقى دو هيز بيست. تمام. طيب يقوم بعمل تجاري يبقى دو بزنس، يصنع معروف دو ا فيفر، يقوم بعمل وظيفه معينه يبقى دو ا جوب او دو ورك. تمام. يبقى اذا عاوز يعرفني ان في حاجات معينه بتاخد دو وحاجات معينه بتاخد ميك، لازم يتحفظوا تماما، كانوا عدوا علينا في تانية ثانوي، كان في منهم جزء في اولى ثانوي وفي ثالثه ثانوي هتلاقوهم متجمعين كلهم. exert a pressure هنا بقى يمارس ضغط، exert an effort يبذل جهد برضه، exert oneself مجهودا على نفسه يعني يشتغل على نفسه، go for a walk يذهب للتمشي، go وهكذا، go يعني بتيجي مع حاجات معينه. طبعا دول عايزين يتحفظوا زي ما هم. هنا بقى بيقول لي اذا وجد الفعل يعمل او يقوم في الجمله لا نترجمه الى اللغه الانجليزيه، فمثلا تقوم الجامعه المفتوحه بتوفير التعليم، تقوم انت لو جيت على يقوم دي هتقول لي ايه؟ ستاند اب. تمام. هنا بقى هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عن بعد كسر، يبقى عايز يقول لي توفر، بدل ما اقول تقوم الجامعه بتوفير اقول له توفر الجامعه، يعني اقول مثلا تقوم الحكومة بتوفير وظائف للشباب، يبقى أقول على طول توفر الحكومة أو تمد الحكومة يعني أجيب الإيه؟ المعنى المقارب زي ما إحنا وضحناه في أول فيديو. The open university الجامعة provides distance، provides تمد تزود توفر التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد للمواطنين. تمام؟ طيب بعدين هناخد بالنسبة للموضوع يجب علينا او لابد ان او علينا ان، كل الحاجات دي بنستخدم معاها must يجب او have to يجب ان او has to مع المفرد، طبعا have مع الجمع وhas مع المفرد، وshould يجب وhad to كان يجب مع الماضي. فمثلا يجب ان نستغل مواردنا الطبيعية، فهبدأ بقى يجب نحن يبقى we should نستغل make use of our natural resources. natural resources المصادر الطبيعية أو الموارد الطبيعية. make use بقى اللي هي إيه؟ نستغل، يعني نستخدمها كويس، نستغلها نستخدمها كويس. فأنا مش عارف معنى كلمة يستغل، فجبنا بديل make use of، نستغل نستخدمها كويس. لابد أن نذاكر جيدا، we must study hard، يجب أن نذاكر جيدا. طيب بعدين إنه من الكذا، بنستخدم its زائد الصفة زائد to زائد المصدر. مثلا انه من السهل ان نفهم الترجمه، يبقى it is واجيب الصفه اللي هي easy، it's easy to المصدر to understand ان نفهم الترجمه. تمام. الواجب بقى لابد ان افعل الواجب، يعني زي اللي فوق، انه من المهم ان نشاهد الفيديو. تمام. طيب هنا بقى الافعال دي ما بتاخدش حرف جر، هي معناها بحرف الجر على طول، يعني مثلا كلمه admire هي معناها يعجب بيه،
فانت هتقول مثلا انا معجب بالثقافه، او انا معجب بالمكتبه او بالمبنى او بالقصر، يبقى اي ادماير لايبرري على طول، مش اي ادماير ويز، اي ادماير ات، اي ادماير اوف. لا لا لا، هي ما بتاخدش، هي معناها يعجب بيه. افكت يؤثر على التدخين، يؤثر على الصحه، فهقول على طول سموكينج التدخين افكت هيلث، مش افكت اون هيلث. أه؟ لا تمام، يبقى اذا هي على طول ما بتاخدش حرف جر. يستمتع بيه، انا بستمتع بالرحله، يبقى اي انجوي مثلا تريب، اي انجوي مثلا فويج، حسب نوع الرحله اللي انت ايه بتتكلم عنها، يبقى اذا هي على بعضيها ما بتاخدش حرف جر. ساكريفايز يضحي، جوين يلتحق بيه، فيل يشعر بيه، اي فيل هابي اشعر بالسعاده، مش هقول انا اشعر سعيد، لا اشعر بالسعاده. سيلبريت يحتفل بي، اي سيلبريت ماي بيرث داي، احتفل بي عيد ميلادي، يبقى هنا ايه حرف الجر موجود في العربي لكن لا يوجد في الانجليزي معكوسه زي اللي احنا قلناها من شويه. ارست يقبض على، انكلود يشمل او يتضمن، فير يعني يخاف، سيك يسعى، ريكنايز يتعرف على. فوج، فوج ده اللي هو الضباب، افكتس يؤثر على، هي على بعضيها على بقى، فيجن بادلي يؤثر على الرؤيه بطريقة سيئة أو يؤثر تأثيرا سيئا على الرؤية. تورستس السياح، enjoy بيستمتعوا، visiting the Egyptian يستمتعوا بزيارة الأماكن أو الآثار المصرية، تمام؟ برضو بيتحفظوا زي ما هم. بعد كده ندخل على يجب مراعاة زمن الجملة وصيغتها، يعني الجملة معلوم ولا مجهول؟ فبيقول لي مثلا تعتبر السياحة دخل قومي أو مصدرا هاما للدخل القومي. فهنبدأ بالسياحة tourism، تعتبر ده مبني للمجهول، فهقول is considered tourism is considered تعتبر an important source مصدر مهم of national income للدخل القومي، تعتبر مصدر مهم للدخل القومي، فبنتها للمجهول إذ وتصريف ثالث، تمام؟ يعتمد التقدم اعتمادا اساسيا على الكمبيوتر، فهبدا بكلمه التقدم عشان هي الفاعل، يبقى هقول بروجريس. ديبندس يعتمد اعتمادا اساسيا، ده مفعول مطلق اللي احنا اتفقنا عليه، مشتق من لفظ الفعل يعتمد اعتمادا، يبقى لا تترجم، اجيب اساسيا واعتبرها ظرف واقول ديبندس مالي يعتمد اساسا اون ذا كمبيوتر، التقدم يعتمد اساسا على الكمبيوتر كده يعني، تمام؟ طيب اذا كان فعل جمله الانجليزيه في المجهول يفضل ترجمته للعربيه في المعلوم، يعني انت هنا بتترجم من انجليزي لعربي، من انجليزي لعربي وهو اصلا مجهول فانت تترجمه معلوم، فبيقول لي the operation العمليه was performed اتعملت بواسطه distinguished surgeon بواسطه جراح مميز، يبقى العملية اتعملت بواسطة فلان، تمام؟ هنا بقى لما اجي اترجم في العربية اقول ايه؟ قام فلان بإجراء العملية، أو أجرى العملية فلان، تمام؟ أو جراح مميز أو متميز، تمام؟ يبقى لما يكون مبني المجهول بالإنجليزي وأنا بترجم العربي أخليها معلوم، فعل فلان كذا. من الممكن استخدام الفعل تم يليه الاسم من الفعل الأصلي، هنا ما يقول لي بقى إيه؟ تم تنفيذ المهمة، يبقى هنا المهمة نفذت، تم تنفيذ، تم طبخ العشاء، يبقى العشاء طبخ، وهكذا. The task was carried out، carried out نفذت in time في الوقت المحدد. طبعا يبقى هنا بقى إيه؟ The task was العملية نفذت، اللي هي تم تنفيذ الإيه؟ العملية أو المهمة. دي جملة الواجب، تعتبر المدرسة مكان للتعليم. بعدين هندخل بعديها على كان زائد فعل مضارع يقابله في الإنجليزية ماضي مستمر، ركز بقى، كان زائد فعل مضارع. كان والدي يقرأ الصحيفة عندما دق جرس الباب. كان والدي يقرأ، يبقى كان وفعل إيه؟ مضارع، اعرف إن ده ماضي مستمر. يبقى هقول my father اللي هو الفاعل، وبدل read يقرأ أخليها was reading ماضي مستمر بقى يتكون من was زائد الفيرب زائد ing. was reading the paper، كان وأكمل بقى، كان يقرأ الإيه؟ الجريدة. when the doorbell rang لما الجرس رن، عشان يبقى كأني استخدمت قاعدة when، يعني جبت بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر. كان زائد فعل مضارع يقابله في الإنجليزية ماضي بسيط،
كان زائد فعل مضارع، يعني هي نفس اللي فوق، بس المرة دي هجيب إشارة على الماضي، يعني هجيب دليل، يعني هتلاقي كلمة يستر دي موجودة في الجملة. يبقى إذا مش هينفع أستخدم مثلا الماضي المستمر ما لم يوجد دليل معه آخر، لا أستخدم ماضي بس إذا كانت الجملة أصلا تعبر عن الماضي أو تعبر عن عدم الماضي. كان القدماء المصريون، طالما أنا بتكلم على القدماء المصريون يبقى هنا بتكلم عن القدماء المصريون، فأنا طبيعي إن أنا بتكلم عن حاجة في الماضي، يبقى لازم أستخدم الماضي الإيه؟ البسيط. The ancient Egyptians، القدماء المصريين، يبقى هنا بتكلم عن حاجة في الماضي. Built، بنوا. Their pyramids of، بنوا أهرامهم من الحجارة. كان القدماء المصريين يبنون أهرامهم من الإيه؟ من الحجارة. بتكلم عن حاجة مش موجودة أصلاً، لأنهم بنوا وخلصوا، يبقى ده ماضي بسيط. تمام؟ طيب، كان قد زائد فعل ماضي. كان قد زائد المرة دي كان مش كان وحدها، كان قد. وبعدين فعل ماضي مش مضارع، ده بقى يقابله مين في الانجليزي؟ ماضي تام. ماضي تام اللي هو ايه؟ اللي هو هاد زائد البي بي. فانا بقول بقى كان علي قد قابل المدير، كان علي قبل ان يصل الى المدرسه. علي كان قابل المدير بقى قبل ما يصل ايه الى المدرسه. يبقى هبدا بالفاعل علي واقول هاد ميت ذا مانجر، ذا مانجر بيفور هي ارايفد سكول، قبل ما يوصل المدرسه. جمل الواجب: كان علي يلعب الكرة، وهنا كانت منى قد طبخت اللحمة قبل أن نصل إلى المنزل. جملتين برضو هيتعملوا في الواجب. تمام؟ وبكده يبقى وصلنا لنهاية الكورس بتاعنا. تمام؟ ومستني منكم جمل الواجب، هتلاقوها في رابط تحت الفيديو، هتعملوها كلها إن شاء الله على قد ما تقدروا يعني. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.